أعلنت أجهزة أمن القليوبية محاولة عاطل ادعى أنه يعمل صحفيا لتفجير نقطة شرطة أبو زعبل وفرع البحث الجنائي بالخنكة، وبعد ضبطه وجد بحوزته 4 قنابل و8 زجاجات مولوتوف. تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين أنه ينتمي للجماعة الإرهابية، وأنه تم تكليفه بزرع هذه المواد في منشآت حيوية لإثارة الذعر خلال ذكرى ثورة 25 يناير. كما حرر سائق أتوبيس بلاغا بقسم مكافحة جرائم النشل أنه أثناء قيام محصل الأتوبيس بتفتيشه برفقة أمين الشرطة السري المعين لملاحظة الحالة الأمنية بموقف بولاء الدكرور، تم العثور على كيس أسود بداخله زجاجات مولوتوف أسفل المقعد. وردت معلومات للعميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية تفيد بانفجار قنبلة بأحد عناصر الإخوان الإرهابية والذي كان يعتزم تفجيرها بمدينة أبو المطامير، إلا أنه ولسوء حظه انفجرت به، مما أدى لإصابته بإصابات خطيرة أدت لوفاته في الحال جراء التفجير. تلقى اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية عدة بلاغات بسماع دوي انفجارات بالقرب من خط الغاز وعدد من المجاورات السكنية وموقف أتوبيس شرق الدلتا. انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة اتضح انفجار خط الغاز الرئيسي الكائن بمدخل مدينة العاشر نتيجة قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة بداخله، ونتج عن ذلك حدوث كسر كبير في خط الغاز وتسرب كميات كبيرة منه. كما اتضح انفجار 5 محولات كهرباء في عدد من المجاورات السكنية نتيجة قيام مجهولين بوضع عبوات ناسفة شديدة الانفجار بداخلها، ونتج عن ذلك تدمير بالكامل وانقطاع التيار الكهربائي عن تلك المجاورات السكنية. كما تبين قيام مجهولين بالتسلل لموقف أتوبيسات شرق الدلتا بوضع عبوات ناسفة داخل أتوبيسين فانفجر واشتعلت النيران بهما وأتت عليهما بالكامل. أشعل مجهولون النار بعربات ترام في محافظة الإسكندرية في منطقة عزبة سعد اليوم، مما أدى لاشتعاله بالكامل، وتحولت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران. أشعل عناصر الإخوان النيران في سيارة تاكسي بشارع التعاون بالمطرية، حيث كانت تجددت الاشتباكات بين عناصر الإخوان المتواجدين بشارع التعاون بالمطرية وقوات الأمن بعد أن تجمع عناصر الجماعة الإرهابية وأطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق عدد من التحذيرات للمشاركين في المظاهرة بفض تظاهرهم. قام إرهابيون بالهجوم على محطة رفع مياه صرف بنهية بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن احتراق المحول الكهربائي المغذي للمحطة بالكامل. وأشار تقرير صادر من غرفة العمليات المركزية محافظة الجيزة إلى أن قوات الأمن تتعامل مع البلاغات التي ترد إليها وتتحرك مباشرة لتفريق محاولات لحرق المنشآت، الأمر الذي أعاد محطة رفع مياه الصرف الصحي إلى الخدمة في وقت قصير لم يتجاوز الساعة، مضيفا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة أي خروج عن القانون أو أعمال تخريبية. ألقى مجموعة من الإخوان بأكتوبر عبوات مولوتوف على النقطة الأمنية المتمركزة بميدان جهينة، مما أدى إلى حرق النقطة، وقام عناصر الإخوان بتحطيم اللوحات الاحتفالية الموجودة بالميدان للاحتفال بذكرى 25 يناير. ووصلت تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وعدد من سيارات الإسعاف، بينما تواجد رجال مفرقعات لتمشيط المنطقة. انفجرت اليوم عبوة ناسفة بجوار تشكيل أمن مركزي أمام نادي الشمس بالألف مسكن، مما أدى إلى إصابة 2 من ضباط الأمن المركزي، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى هليوبلس. تلقت غرفة المفرقعات بالقاهرة بلاغا يفيد بانفجار عبوة أمام نادي الشمس، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان للعمل على تمشيط المكان والبحث عن أي مواد متفجرة أخرى. وأعلن تنظيم أجناد مصر الإرهابي مسؤوليته عن تفجير هذه العبوة الناسفة التي انفجرت بجوار تشكيل أمني أمام نادي الشمس. وفي نفس الوقت أعلنت حركة إرهابية جديدة تدعى عقاب الثورية مسؤوليتها عن تفجير قنبلة بمدرعة في منطقة الألف مسكن، مما أدى إلى إصابة ضابطين بالأمن المركزي بإصابات خطيرة. خرجت اليوم مسيرة نظمها عناصر جماعة الإخوان من مسجد نور الإسلام بعين شمس عقب صلاة الظهر، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، رافعين أعلام تنظيم داعش الإرهابي وإشارات رابعة، في ظل عدم تواجد أي من قوات الأمن.